مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحو 2 مليون نازح في عموم العراق يسكن أغلبهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى سبل العيش، لم يعودوا إلى مدنهم بعد نحو 5 سنين من نزوحهم، على الرغم من مرور 2 عامين على انتهاء الأعمال العسكرية في العراق. ما الآثار المترتبة إذن على تفاقم معاناة النازحين وامتدادها سنين طويلة؟ وكيف أدى التجاهل الحكومي والدولي إلى تفاقم معاناة النازحين؟ وما الذي يمنع من عودة النازحين إلى مناطقهم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنسلط الضوء عليها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء بعنوان النازحون في العراق، معاناة تتفاقم وحكومات تتجاهل. لنشاهد في البدء التقرير الآتي. يوماً بعد يوم تتفاقم مأساة النازحين في العراق، فعلى الرغم من مرور 2 عامين على انتهاء العمليات العسكرية في مدينة الموصل، لا يزال أكثر من 300,000 شخص من سكان هذه المدينة يعيشون نازحين، بل لا يمتلكون منازل ليعودوا إليها بعد أن دمرت بالكامل. التقديرات تشير إلى وجود نحو 2 مليون نازح في العراق يسكن أغلبهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى سبل العيش، فضلا عن تفشي الأمراض وغياب الرقابة وابتزاز النازحين. ريشانا هانيفا المديرة في المجلس النرويجي للاجئين في العراق قالت إن معاناة الحرب التي انتهت قبل 2 عامين مستمرة بالنسبة للنازحين كمعركة يومية من أجل البقاء، وتضيف أنه بعد 2 عامين من انتهاء الحرب فمن المخزي جدا أن يرى الآلاف من الأسر والأطفال لا يزالون يعيشون في مخيمات النزوح وفي ظروف سيئة للغاية لعدم قدرتهم على العودة إلى أحيائهم التي لا تزال مدمرة، مشيرة إلى أن البعض منهم حاول العودة عدة مرات ولكنهم واجهوا طريقا مسدودا. بيوت تهدمت وممتلكاتنا راحت، واللي عنده سيارة راحت، يعني ما عدنا لا راتب لا وسيلة نعيش به، تعويض ماكو، حتى مال المليون بالنسبة لي يعني ما حصلت. المجلس النرويجي أشار إلى أن عدد المنازل التي تعرضت للضرر أو الدمار يقدر ب 138,000 منزل، مضيفا أن هناك أكثر من 53,000 منزل سوي بالأرض في الجانب الأيمن. احنا قاعدين في الكرفانات 5 عوائل وبيوتنا تفلشت وولادنا مسجوني مظلومي، واحنا بهالكرفانات هنا 5 عوائل وما عدنا والله يا خي ماكو، حلالنا راح، سياراتنا راحت. العائلات النازحة التي تعتمد في الغالب على المساعدات الإنسانية بعد أن استنفدت كل مدخراتها لديها هموم ومشاكل أخرى لا تقل أهمية عن غيرها، لعل من أهمها فقدان الوثائق الرسمية الأساسية كهوية الأحوال المدنية، والتي تشكل أحد العقبات الرئيسية أمام آلاف الأسر التي ترغب في العودة، حيث يحرم النازحون من أبسط حقوقهم باعتبارهم مواطنين عراقيين، ويصبح من الصعب عليهم التنقل بحرية، كما يمنعهم افتقاد هذه الوثائق من التملك والحصول على الوظائف. المنظمات الدولية تؤكد غياب الإرادة السياسية لإعادة النازحين إلى الموصل أو جرف الصخر وغيرها، أو منحهم الوثائق المفقودة ونقص الموارد التي تخصصها الحكومة، ما يجعل العملية طويلة ومرهقة للغاية، وينذر بخطورة الوضع وما يترتب عليه من عواقب وخيمة قد تستمر لعدة أجيال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إذن في حلقة هذا اليوم، ونرحب بداية بضيفنا في الاستوديو السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سيكون أيضا معنا مشاهدينا الكرام من عمان السيد عبد القادر النايل كاتب والمحلل السياسي، ومن النمسا أيضا سيكون معنا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. نبدأ منك أستاذ مصطفى، كما تعلم أزمة النزوح والتهجير القسري في العراق تتفاقم منذ سنين، ما أسبابها ونتائجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الآن استمرار مشاكل النزوح والتهجير الجارية في العراق والمتواصلة منذ احتلاله في الحقيقة، ولكنها تفاقمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، لم تعد محصورة بالجانب الإنساني، بل هي أساسا
عفوا، بل هي اساسا لم تكن محصوره في الجانب الانساني، لان لها خلفيات سياسيه وطائفيه واجتماعيه. الان بعد سنتين على الاقل من انتهاء العمليات العسكريه الكبرى ضد تنظيم داعش في الموصل، وطبعا قبلها في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار، لم يعد مقبولا كل الادعاءات، لم يعد هذه الادعاءات التي يعني تزعمها الحكومه واجهزتها المختلفه لاستمرار هذه المعاناه. الان حوالي 2 مليون إنسان وبشهادة كل المنظمات الدولية متوزعين في العراء في مخيمات لا يعني تحقق الحد الأدنى من المواصفات العيش الإنساني المقبول في حده الأدنى. أنا شخصيا طبعا زرت بعض هذه المخيمات ولاحظت مدى البؤس الكبير الذي يعانيه ساكنوها في جميع المجالات. تمر يعني الأيام والشهور والمواسم، يمر الشتاء بصعوبته بثلج القارس، بالبرد القارس عفوا، بهطول الثلج، بنزول الأمطار، يمر الصيف، والصيف في العراق كما يعلم الجميع يعني حرارته تصل إلى معدلات غير مسبوقة أو غير يعني قابلة للتحمل من الإنسان حقيقة. وحتى الشتاء هذا طبعا نعم بالتأكيد هذا يعني كما قلت يعني تمر الأيام والسنين والشهور على هؤلاء، ولا يوجد أفق في ظل هذه السلطات المتعاقبة، لأن الإجراءات التي يقوم بها الكادر الحكومي المكلف إعلاميا حقيقة، لأنه يعني لا توجد على الأرض إجراءات حقيقية في هذا المجال، يعني يفاقمون هؤلاء من خلال ممارساتهم الطائفية والتمييزية، يعني يفاقمون من أزمة النزوح وأزمة التهجير الجارية في العراق. وهذا كما قلنا يعني ملف له أبعاده السياسية، وله أبعاده الطائفية، وله أبعاده الأمنية والاجتماعية في السابق، وله يعني آثار مستقبلية متوقعة خطيرة أيضا على بنية المجتمع العراقي وعلى الأمن والاستقرار في العراق وفي جوار العراق أيضا. أيضا معنا من النمسا سيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. نرحب بك أستاذ ضياء. المجلس النرويجي للاجئين نشر ما نصه: من المخزي بقاء آلاف النازحين في الموصل في المخيمات بعد عامين من انتهاء الأعمال العسكرية، النازحين من الموصل طبعا، ولكن هل يجد هذا النداء آذانا مصغية سيد ضياء؟ أنا أتوقع بالبداية تحياتي للجميع. أنا أتوقع الحكومة العراقية ليست معنية بما يجري بمناطق الموصل بما يسمى بالمثلث السني، لا تعنيها هذه الأمور. هذه العملية مبرمجة ومخطط لها بتدمير هذه المنطقة وتدمير سكان هذه المنطقة. الحقيقة الذي جرى في هذه المناطق هو عملية متقصد بها، يعني عملية مبرمجة مقتصدين فيها، متعمدين بالإساءة، متعمدين بالنزوح خاصة في مناطق الموصل. نحن نعلم جيدا كمنظمة هنالك بيع أراضي ودور في الموصل وتشتريها ناس لهم أتباع في إيران أو بالحقيقة إيرانيين. هذه العملية هي تبديل ديموغرافي للمناطق المنكوبة بالوقت الحاضر، وأهالي المدينة العايشين في المخيمات لا يسمحون لهم بالعودة إلى ديارهم حتى يسكنون هناك لأسباب يتدعي الحكومة أنه لحد الآن الأنقاض ولحد الآن المدينة غير آمنة، وهذا الكلام كله افتراء وليست له حقيقة بالأمر الواقع ما يحدث. العيش بالمخيمات يجب على ذول المواطنين أن يعيشون، أما أن ينتهون بالمخيمات أو يهربوا من العراق. هذه العملية إذا عملية مخططة، ذكر الأخ جرف الصخر. جرف الصخر صار لها 8 سنوات، جرف الصخر مسيطرة عليها ميليشيات إيرانية 100%،
والحكومة العراقية ليست لها، وهذا يعلم الداني عن كل ما يحدث في هذه المنطقة. يعني في جرف الصخر الميليشيات الإيرانية وبعض الميليشيات حتى العراقية الموجودة لها أتباع في إيران هي مسيطرة على مناطق في جرف الصخر، هذا كل واحد يعرفه. إذن العملية ليست عملية النازحين وعملية المخيمات، هنالك عملية مبيتة للشعب العراقي بتدمير اللحمة الاجتماعية بالشعب العراقي. هذا مشروع ممنهج. طيب أيضا سيد عبد القادر النايل من عمان، ضيفنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي، نرحب بك سيد عبد القادر معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيوفك الأعزاء، حياك الله. أزمة النزوح سيد عبد القادر تجعلنا نبحث عن جذورها وأسبابها، يعني مناطق حزام بغداد كانت منذ بدء الاحتلال كما تعلم عرضة للتضييق والتهجير والخطف والقتل، مثل جرف الصغر وطارمية وغيرهما من المناطق. هل هو مشروع ممنهج لحكومات الاحتلال المتعاقبة؟ من المعلوم تماما أن عملية التهجير القسري والنزوح وعملية إيجاد الذرائع لطرد المواطنين من ديارهم وأراضيهم هذا عمل ممنهج حقيقة اختط منذ بداية الاحتلال، وبالتالي هو شمل العراقيون الذين يمتدون إلى جذور عميقة ويستطيعون أن يكونون أساسا وجزءا مهما من نهضة العراق وإعادته. لذلك حقيقة هذه الأزمة بدأت في بإطار طائفي، ولأن القائمون على الحكم هم أحزاب طائفية، هم ثالوث لولاية الفقيه الإيرانية التي تريد أن تقتلع شعوب المنطقة للوصول إلى أهدافها، وهو هذا المشروع يفضي إلى بالنتيجة النهائية إلى تغيير ديموغرافي أساسي. لذلك ترى أن عملية الذهاب باتجاه النازحون والمكون العربي السني في تهجيره أصبحت مادة أساسية، لأنهم يعتبرون الحائط الصلب الذي يفصل مشروع إيران عن توسعها إلى سوريا وإلى لبنان وثم عموم المنطقة. وبالتالي رأينا الهجمة المستعرة الانتقامية ضد أبناء هذه المناطق وهذه المحافظات بطريقة واضحة، مع أن هؤلاء ليسوا ينحازون إلى أي فئة من فئات الشعب العراقي، بل بالعكس كل الشعب العراقي يكتوي بنارهم. لكن هذا المشروع أفضى إلى عملية انتزاع أو عملية أخذ بطريقة القسوة أراضي وممتلكات مواطنين من أجل أن يعيشوا في الخيام أو أن يذهبوا إلى دول الجوار، وهذا ما يحدث مع السنة العرب، لأنه أيضا سبق ذلك هو تهجير المسيحيين والاستيلاء على أراضيهم. وبالتالي هذه العملية تهدف حقيقة إلى رضا قوة صهيونية كبيرة في المنطقة، تهدف إلى ضرب العمق الأساسي للمجتمعات العربية من أجل إحداث الفوضى الطائفية التي ساعدتهم إيران فيها من أجل أن يتمددون. لذلك له جذور كبيرة، وهو حقيقة مشروع متكامل يفضي إلى إنهاء العلم في وضرب العقل في هذه المجتمعات، ضرب الاقتصاد العام والاقتصاد الفردي، ثم الاستيلاء على الأراضي والتغيير الديموغرافي وإحلال سكان بدل هؤلاء. ولذلك عملية التهجير واسعة وكبيرة ولا تزال مدعومة، وهناك غطاء غربي عليها، لأن هذه الجرائم المفروض جرائم إبادة جماعية. نعم. المفروض يتداعى العالم، يجتمع مجلس الأمن، هناك قرارات ذات صلة تتخذ بالمباشر للانتهاك الفظيع لحقوق الإنسان، إلا أن الصمت هو سيد الموقف. نعم. لأن هذا المشروع يخدم أجندات ماسونية وصهيونية كبيرة في المنطقة. ابقى معنا ايضا سيد عبد القادر. كما ذكر سيد مصطفى، سيد عبد القادر، اعمال التهجير والنزوح واسعه لا تقتصر على مناطق محدده، وذكر منها نموذجا المكون المسيحي وايضا محافظات اخرى، ولكن لناخذ نموذجا، التقديرات الاحصائيه تؤكد ان نحو 50% من سكان مناطق حزام بغداد هجروا في غضون 15 سنة الماضيه، يعني هذا عدد كبير. لو قدرنا مناطق سكان بغداد ربما يعني يكون نصفهم أكثر من 1 إلى 1.5 مليون يعني هجروا في هذه المدة. ما أهداف إذن هذا المشروع الممنهج؟ يعني النقطة التي أثارها الأستاذ عبد القادر
في موضوع تهجير أبناء العراق الأوصلاء من أتباع الديانة المسيحية، أمر مهم وهو أمر متواصل بغرض يعني إفراغ بعض المناطق منهم، وتحديدا في مناطق الدورة والكرادة. وجدنا هناك يعني نشاط كبير للميليشيات ولتنظيم القاعدة من قبل في استهداف أبناء أتباع الديانة المسيحية وفي مناطق أخرى طبعا حتى في البصرة، ولكن في موضوع بغداد هناك تحديدا في مناطق الكرادة والدورة هناك استهداف كبير لأبناء العراق من الديانة المسيحية. في موضوع التهجير في حزام بغداد، هذا أمر مستمر منذ غزو العراق، وهو طبعا يتفاقم بمرور الزمن ويجري بخطوات مدروسة ومبرمجة، ولا يوجد فيها أي جانب من العشوائية أو الادعاء بمحاولات ضبط الأمن بعد ظهور عمليات عسكرية أو عنف أو ميليشيات منفلتة وقحة. لا لا، هو أمر مرتب له. الأغراض الأساسية التي تقف وراء هذا المخطط المبرمج هي الأغراض الطائفية التي تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة، ويعني في سواء كانت في شمال بغداد مثل الطارمية والمشاهدة والتاجي، أو في جنوب بغداد مثل يعني مناطق اليوسفية والمحمودية واللطيفية وامتدادا إلى جرف الصخر. تحديدا في جرف الصخر، يعني هذه أيضا منذ مدة يعني استعيدت هذه الناحية التابعة لمحافظة بابل وجنوب بغداد منذ 5 سنوات يعني. نعم. طيب لماذا لم يعودوا يعني سكانها؟ يعني شوف، هو أيضا هناك هدف أساسي آخر حقيقة يجب أن لا ننساه. هذه المناطق كانت مناطق ملتهبة ضد العدو الغازي الأمريكي، فكانت المقاومة فيها شديدة، وما يجري الآن منذ 16 سنة حقيقة، ليس الآن فقط ولكن الآن يعني حتى الآن المقصود، ما يجري هو أيضا انتقام من أبناء هذه المدن المقاومة التي أذلت العدو الأمريكي وكانت تسمى مثلث الموت بالنسبة له، لأنها يعني جعلت النزف الأمريكي مستمر وغزير في هذه المناطق. إذن هناك عمليات إفقار وتهجير، هناك عمليات حرق للبساتين، حرق للمزارع، قتل للأسماك، يعني تدمير لمزارع الأسماك التي تعد من أهم موارد الاقتصاد المحلي في هذه المناطق. يتبعها عمليات التهجير، ويتبعها أيضا عمليات إحلال مجاميع سكانية جديدة في هذه المناطق. هذا كما قلنا وجدناه في مناطق الطارمية، اللطيفية، اليوسفية، الإسكندرية، الحصوة، أبو غريب، وأيضا جرف الصخر والتاجي. ليست فقط جنوب بغداد يعني، نعم، حتى الغرب، لا لا، في كل مناطق بغداد، في كل حزام بغداد، وخصوصا الشمالية والغربية والجنوبية. في موضوع جرف الصخر هناك يعني مأساة كبيرة. أولا جرف الصخر بها أكثر من 100,000 نسمة، يعني تزعم الحكومة أنها استخلصتها من أيدي تنظيم داعش منذ نحو 5 سنوات، وبالتالي لم يعد هناك فيها يعني مجال للإرهاب ولا مجال للحديث بمزاعم التطهير واستمرار العمليات الأمنية، لأن الموضوع المنطقة مسيطر عليها بالكامل من قبل الميليشيات الإرهابية الطائفية، وتحديدا ميليشيات حزب الله. وهناك حديث كبير أن الأسرى الذين تم يعني اعتقالهم وأسرهم من مناطق الصقلاوية والفلوجة وأبو غريب وعامرية الفلوجة كلهم نقلوا إلى مناطق ومعتقلات في جرف الصخر، لذلك التي لا يمكن أن يدخلها أحد يعني حتى
اليوم هناك أو بالأمس هناك تصريح من النائب ظافر العاني يتحدث أن وزير أن رئيس الحكومة السابق رئيس عصابة المنطقة الخضراء في الحقيقة السابق حيدر العبادي لم يتمكن من الوصول إلى هذه المنطقة لأن هذه منطقة وهو رئيس وزراء لأن هذه المنطقة مسيطر عليها بالكامل من قبل الميليشيات. أنا ألفت يعني النظر هي تابعة لأمرها بيد إيران كما قال بعض السياسة يعني نعم أنا ألفت النظر إلى حديث لأياد علاوي الذي قال أن يعني أهل منطقة جرف الصخر اشتكوا لي وأنا تحدثت مع هادي العامري وأبو مهدي المهندس ولإعادة أو للتوسط من أجل إعادة نازحي أبناء جرف الصخر الذي قلت لك يعني أنهم يزيدون على 100,000 نسمة. نعم. وبالفعل تحدث معهم كما قال يعني الشريط الفيديوي الذي يؤكد هذا الكلام موجود ومبثوث في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عنه القنوات كثيرا. قال ذهبوا هؤلاء إلى قالوا الأمر ليس بيدينا وإنما الأمر بيد إيران. ذهبوا إلى إيران ثم عادوا لي برسالة تالية أن هذا الأمر أمره يعني أمر جرف الصخر وتفاصيل عودة النازحين من أبنائها الكرام هم هو يعني ملف بيد شخص في الضاحية الجنوبية في بيروت ومفهوم أنه حزب الله هو من يسيطر على الضاحية وأمينه العام حسن نصر الله الإرهابي حسن نصر الله وإلا ما علاقة حسن نصر الله وحزب الله اللبناني الذي هو ذراع الإرهابية الطولة لنظام الولي الفقيه ما علاقته بموضوع عودة نازحين في مدينة يقال أن عصابات إرهابية كانت مسيطرة عليها وقام الجيش العراقي كما يزعمون باستنقاذها منهم ويجب أن يعود أبنائها الآن بعد كل هذه السنوات فإذا العملية يعني تتداخل فيها الجوانب الطائفية والسياسية والداخلية والخارجية يعني كما أوضحنا في هذا المثال الذي لم نقله نحن وإنما قاله أحد أقطاب العملية السياسية وأحد دعاة مشروع غزو واحتلال العراق وبالتالي هذا أمر يحسب له ألف حساب الآن في عندما ننظر إلى موضوع التهجير والنزوح ما زلنا نبحث إذن عن الأسباب والجذور سيضياء الشمري ألا تعتقد أن الدمار الكبير للمدن وسطوة الميليشيات هما أبرز سببين يمنعان عودة النازحين هي المشكلة ليست المشكلة ليست من النازحين أو الحكومة العراقية يعني مثل ما ذكر الأخ المتحدث أنه المشكلة هي مشكلة سياسية أمنية تخص الحكومة هذه الأمنية هي العملية هي عملية انتقامية من هذه المجموعة البشرية هذه المجموعة البشرية حسب ما ذكر أنه كانت في البداية في بداية الاحتلال يعني هي الجهة المقاومة الموجودة في العراق لهذا السبب هذه العملية عملية انتقامية وهذه ليست فقط الاحتلال وإنما حتى الحرب العراقية الإيرانية أكثر المناطق من الجيش العراقي كانت من هذه المناطق من الرمادي والموصل وكل العراق نعم كانوا بس هذه المناطق كانت تشتهر بصفتها العسكرية بانتمائهم العسكري بانتمائهم للجيش العراقي لهذا السبب أنه إيران والدول المعادية للعراق إذا كانت إسرائيل وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تطمح بتدمير العراق وبتدمير لحمة المجتمع العراقي تبدأ بهذه العمليات الانتقامية ليست العملية أنه اللاجئين لا توجد مناطق سكنية هاي متقصدين بها ومتعمدين بها لتنفيذ مشروعهم الانتقامي من هذه المجموعة البشرية طيب أرجو أن تبقى معنا سيد ضياء وقبل أن نتحدث مع سيد عبد القادر النايل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل تحت الضوء
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة الخاصة عن معاناة النازحين في العراق من تحت الضوء. معنا من جديد سيد عبد القادر نايل من عمان، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد عبد القادر من جديد. أليس من المفترض أن تضع الحكومة خططا وحلولا جذرية لإنهاء أزمة النزوح منذ بدئها أو حتى قبل بدء الأعمال العسكرية؟ قبل أن أجيبك فقط تعقيبا على الأستاذ مصطفى، قال ما علاقة حزب الله اللبناني وأمينه الإرهابي حسن نصر الله بجرف الصخر؟ أقول لولا جرف الصخر الآن لما كان هناك تدريب ممنهج لإرهابيين من البحرين ومن السعودية ومن دول أخرى يتم تدريبهم وتجريدهم هناك في معسكرات واضحة معلومة، فضلا على أنه لولا جرف الصخر لما استطاع حزب الله وإيران أن تسير طائرات لضرب العمق السعودي ومنشآتها النفطية. فإذا هناك مشروع مهم لمحاصرة السعودية والدول العربية في هذا الإطار. الحكومة هي متعمدة في هذه الإجراءات، وإلا هناك سبل يتحتم عليها واجبا أخلاقيا، وكل مقومات العمل السياسي يتوجب أن تقدم مساعدات عاجلة، أن تقدم خيام، أن تقدم ماء، أن تقدم غذاء، سلاتهم الغذائية من البطاقة التموينية أين هي؟ وبالتالي لو رأيت عملية الفساد التي حقيقة باتجاه النازحين لعلم الجميع مدى المأساة، يعني يوفد من وزارة التربية ولدينا هذه الوثائق موجودة إلى خارج العراق إفادات سفر ويقال يصرف، يعمر الوزير ومدير العام للتربية يصرف مبالغ الإفادات والدورات من أموال النازحين. إذا أي انحطاط حكومي وصلت به من مرحلة أنهم أمام العالم يخصصون أموال النازحين ثم يسرقونها، وبذلك أصبح النازحون جرح عميق، وبالتالي بسبب تعمد الحكومة في إيذائهم، عدم إيجاد الأماكن الحقيقية للمأوى، هناك مساعدات وصلت من دول عربية وعالمية كلها سرقت وهي عينية، هناك مبالغ مالية كلها سرقت وصلت للنازحين. إذن اليوم يعني هناك عجز، ليس فقط الإهمال الحكومي المتعمد وعدم إيصال الواجبات، إنما سرقت الحكومة من جعل يساعد النازحين. هناك منظمات تساعد النازحين، تذهب إلى مخيمات النازحين، لا يسمح لها حتى تدفع مبالغ نقدية لهؤلاء الحكومة ومن يشرف على المخيمات حتى يسمح لهم الدخول لإيصال الطرود والمواد الغذائية والملابس وغيرها من الاحتياجات التي حقيقة ربما تكفي بضعة أيام، لكن هذا هو بالفعل سعد القادر. هناك عجز واضح بالخدمات، يعني ما تفسيرك لهذا الإهمال الحكومي وحتى خروج أبرز المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل منذ سنين؟ كل هذا فاقم معاناة النازحين، لماذا هذا الإهمال الحكومي؟ الإهمال الحكومي المتعمد هو مشروع لتنفيذ الإيذاء في حقوق النازحين، بغية شعورهم باليأس حتى يلجؤون إلى الهجرة خارج العراق، يتركون ممتلكاتهم وأراضيهم ثم يهاجرون، وقد هاجر قسم منهم، ولقد رأيتم البحار كم عراقي مات فيها وهو يهاجر يركب هذه السفن الرديئة عبر البحار للوصول إلى شاطئ الأمان، لأن هناك مضايقات فضلا عن عدم وجود الغذاء وعدم وجود الدواء وعدم وجود أدنى مقومات الحياة من الخدمات من الماء وغيرها. النازحون اليوم في عملية ابتزاز واضحة، في عملية إيذاء واضحة، هناك من يهرب من أجل المحافظة على عرضه، على نسائه وأطفاله. اليوم نتكلم عن مأساة لا أخلاقية تقودها الحكومة، كل هذا حقيقة لأنهم يريدون أن يجعلوهم يصبحون يائسين ويتركوا منازلهم. لكن قدر الله أن العراقيون لديهم جذور عميقة في أرضهم، فرغم كل هذا الإيذاء بقوا هؤلاء النازحون الكرماء الذين سيذكرهم التاريخ بمداد من نور، وستكون لديهم صفحات مشرقة لأنهم من ثبت وأفشل عملية التغيير الديمغرافي. فهؤلاء الذين يعانون من مخيمات النزوح ويعانون من حر الصيف وبرودة الشتاء، يعانون وأطفالهم يصرخون عندما يشربون الماء الساخن في هذا الصيف اللاهب، هؤلاء حقيقة هم أساس النصر الذين بهم
أفشلوا مشروع إيران ومشروع الحكومة التابعة لإيران في عملية التغيير الديموغرافي الكبير، عندما يتكلمون عن 5 مليون نازح ومنهم من رجع إلى منازله المهدمة والمدمرة ليعيش على أنقاضها، ومن يتكلمون اليوم عن 2 مليون نازح وهم يعيشون في الخيام، هؤلاء آثروا هذا الإيذاء وتحمل المأساة والصبر عليها من أجل أن لا يتم تغيير الديموغرافي وأن لا يتركوا منازلهم ولا أراضيهم، لأن هذه الأزمة ستزول وسيعود أحفادهم وأولى أولادهم إليها. نعم أستاذ مصطفى، أيضا من القضايا المرتبطة بموضوعنا قرار منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار، هذا القرار ربما يثير كثيرا من الشكوك يعني الأهداف ورائه ومدى ارتباطه بعمليات التغيير السكاني أو ما يسمى الديموغرافي، حتى أهالي تلك المناطق والعشائر العربية يؤكدون ذلك، ما تعليقك؟ هذا موضوع طبعا بالغ الأهمية، لكن قبل أن أجيب على سؤالك الكريم أنا أريد أن أعقب على الموضوع المهم جدا الذي تحدث به الأستاذ عبد القادر النايل في موضوع السيطرة على منطقة جرف الصخر، وأنا أريد أن أفتح ملف النخيب أيضا، منطقة النخيب التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية الطائفية ومحاولة سلخها من الناحية الإدارية، يعني من محافظة الأنباط وضمها إلى محافظة كربلاء. هذا الحقيقة هو ليس مشكلة الأساسية، لأنه في إطار العراق الواحد الذي نحن نؤمن به لا توجد مشكلة في ضم هذه المنطقة إداريا إلى هذه المحافظة أو إلى تلك، لكن هو الأساس السيطرة على هذه المناطق الصحراوية الواسعة والمنفتحة باتجاه المملكة العربية السعودية وباتجاه المملكة الأردنية الهاشمية. هذه المنطقة يراد منها أن تكون قاعدة متقدمة لشن الأعمال الإرهابية في هاتين الدولتين العربيتين الشقيقتين. هذا يجعلها العراق الذي كان البوابة التي تحمي حدود الأمة العربية الشرقية من مخاطر يعني الفتن الطائفية القادمة من الشرق، وأعني من المشروع الفارسي العنصري الطائفي، الآن أصبح هو بوابة لتصدير هذه الفتن ولتصدير الأعمال الإرهابية إلى كل المنطقة، إلى الأقطار العربية تحديدا، إلى السعودية وأقطار الخليج العربي وإلى الأردن. الموضوع الذي تفضلت به حضرتك في موضوع المناطق المحيطة بمطار بغداد، هناك تدليس كبير من الحكومة الحالية حينما يقال أنها مناطق خالية من السكان، في حين خرج أبناء هذه المناطق بلقاءات تلفزيونية موثقة يتحدثون عن وجود نحو 200,000 نسمة يقيمون في هذه المناطق التي يعني تزمع السلطة الحالية منحها إلى مستثمرين، 250 تقريبا ربع مليون، ربما يصلون إلى ربع مليون. نعم، وبالمناسبة هذه المناطق يزمع منحها إلى شخص من أصول إيرانية، هو إماراتي الجنسية ولكن إيراني الأصل، هو المعروف باسم حسين علي سجواني، هو صاحب شركة داماك العقارية. هذه الشركة بعضهم كذب ذلك، قال إنه عراقي يعني الإمارات، يعني البعض يقول له أصول عراقية، نحن لا يهمنا أصوله ولا جنسيته، لكن يهمنا ما يقوم به من دور، لأن نحن نعرف يعني هناك عراقيين من العرب السنة أو من العرب الشيعة أو من الأكراد أو كذا، ولكن هم ولاؤهم في خدمة وعملهم في خدمة المشروع الفارسي الإرهابي. فهناك حديث كبير أن هذا الشخص هو يدير أموال الحرس الثوري في المنطقة، وله استثمارات كبيرة في القطاع العقاري في بعض أقطار الخليج العربي، الآن يريد أن يستولي على هذه المنطقة أيضا لأغراض طائفية، أيضا هناك تهجير في هذا المجال. هذه ملفات كلها يعني مرتبطة مع بعض،
في هذا السياق الذي نتحدث عنه، سياق التهجير والنزوح وإجبار المواطنين على ترك منازلهم والتغيير السكاني إلى آخره. قبل أن ننتقل لسيد ضياء، اسمح لنا سيد ضياء الشمري أن نأخذ رأي سيد عبد القادر النايل بشأن هذا الموضوع، يعني إصرار الحكومة على تطبيق قرار الاستثمار في مناطق محاذية لمطار بغداد سيؤدي إلى تهجير 250 ألف مواطن، ربع مليون يقطنون هذه المناطق منذ مئات السنين. هل نحتاج إلى زيادة أعداد النازحين في العراق؟ من المؤكد تماماً أن هذا القرار يفضي إلى عملية التهجير لسكان بغداد الأصليين، وهو ليس استثماراً، إنما هو عملية احتيال على طرد وأسلوب جديد من أساليب الخبث التي تمارسه الحكومة في عملية الاستيلاء على منازل وأراضي المواطنين. وبالتالي هذه العملية عملية إجرامية ينبغي الوقوف بوجهها، وإلا فإن عملية لماذا لا يذهبون إلى الأسواق المركزية الفارغة الآن وهي مناطق شاسعة ومبنية لطرحها للاستثمار؟ لماذا لا يذهبون إلى الأراضي السكنية في بغداد وبالتالي يبحثون عن عملية بناء الشقق للمواطنين بغداد وفك اختناق السكان الموجود فيها؟ لماذا لا يذهبون إلى استثمارات أخرى مطروحة في أراضي بغداد وموجود؟ لماذا يحددون هذه القضية؟ لأنهم يريدون فيما بعد الزحف باتجاه أبو غريب والزحف باتجاه مناطق أخرى في مطار أبو غريب لأجل الاستيلاء عليها الرضوانية وغيرها. وبالتالي هكذا هو المشروع التمددي الذي يستهدف وجود العرب السنة بإطار طائفي ممنهج لإفراغهم من بغداد، لأنهم حقيقة يمثلون العمق التاريخي وهم السكان الأصليين في بغداد وهم مؤسسو بغداد أصلا أبا عن جد. لذلك هذا المشروع ليس استثمارا، إنما مشروع لطرد أهالي بغداد وزيادة عملية النزوح. وإلا ليس من المعقول أن تطرح مشروعا استثماريا لا تطرح فيه كيف يتم تعويض هؤلاء الذين يمتلكون هذه الأراضي، أين يسكنون هؤلاء إذا تم ترحيلهم؟ إذن القضية واضحة تماما، عندما لا يتم هناك عرض حلول واقعية لهذه السكان هو أن العملية عملية طردهم من هذه من أراضيهم، وبالتالي سيذهبون إلى المخيمات وسيذهبون خارج هذه المحافظة، محافظة بغداد العاصمة، وبالتالي يبدأ عملية الطرد الممنهج وربما لا استثمار، فقط مشروع لطرد الناس على حد سواء. طيب أستاذ ضياء الشمري من النمسا، ماذا عن دور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض يعني المنظمات الرسمية، فضلا عن المنظمات غير الرسمية، المنظمات الإنسانية المستقلة والمعنية بحقوق الإنسان، ماذا عن دورها في أزمة النازحين في العراق؟ حقيقة كل المنظمات الإنسانية اللي هي المنظمات المعروفة والمشهورة في أوروبا كتبت وتحدثت عن هذا الموضوع، يعني حتى الصليب الأحمر له تقريره الواضح أنه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات العراقية وابتزاز العوائل وابتزاز الأشخاص في المخيمات العراقية، هذا التقرير موجود من كل المنظمات الإنسانية التي هي تشير بهذا وتشير بسيء الحياة وسيء المعيشة وعدم التعليم والمسائل الصحية والحياة الاجتماعية الموجودة هناك. يعني سرقت أغلب ما يوصل للساكنين في المخيمات، تسرق، لأن هذه التبرعات تسرق من الجهات ومن الحكومة العراقية، موظفي الحكومة العراقية يسرقون ما يتبرعون بها المنظمات الإنسانية. ولهذا السبب المنظمات الإنسانية في الوقت الحاضر ليست لها مقرات في العراق. في بغداد أغلب المنظمات خرجت من العراق، مثل منظمة الديوكاني ومنظمات الأخرى خرجت من العراق لأسباب، لأنه لا يمكن العيش مع هذه الحكومة والصغة والمجال الأمني بالعراق للتهديد من قبل هذه المؤسسات الحكومة العراقية. يعني هذه العملية معروفة، الحكومة العراقية هي مسؤولة الأول والأخير بما يحدث بالعراق، والمنظمات الدولية والأمم المتحدة وتقارير الأمم المتحدة يعني كلها معروفة، تدين الحكومة العراقية بما يجري بالعراق. بس الحكومة العراقية يعني استعدتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،
وماذا تعمل يعني، ماذا يعمل المنظمات الدولية؟ يعني المنظمات الدولية الغير حكومية ليست لها أنه تكتب التقارير وخلص يعني، ما لأنه لا 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 تملك القوة. نعم. طيب أيضا أستاذ مصطفى، ما أهداف طمر النفايات النووية في محافظتي صلاح الدين والأنبار، وما الآثار المترتبة عليها، وأيضا ما الربط أو العلاقة بموضوعنا، موضوع النازحين؟ هذا الحقيقة موضوع له أبعاد كبيرة جدا وتمتد إلى ربما مئات آلاف السنين، هذه الآثار التي ستنجم عن موضوع دفن وطمر النفايات النووية. طبعا بموجب أولا هذا الموضوع مرتبط أيضا بموضوع التهجير والتغيير السكاني وإفراغ هذه المدن من أبنائها الوصلاء وجعلها مناطق غير قابلة للحياة أصلا. بموجب القوانين الدولية موضوع طمر النفايات النووية لا يجوز طمرها خارج الحدود الإدارية السياسية للبلد المعني الذي ينتج هذه النفايات، فيجب طمرها في البلد نفسه. ولكن هي ستنقل من البصرة يعني إلى صلاح الدين والأنبار هذه، ولكن النفايات. يعني المسألة المهمة يجب أن تطمر في البلد نفسه، ولكن بموجب معايير دولية تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويجري الإشراف عليها بشكل تام. وهنا المشكلة، وهنا المشكلة نقلها ثم أولا العراق الآن ومنذ 1991 العدوان ضد العراق في عام 1991 ليس لديه نفايات نووية، تم تدمير المفاعل النووي العراقي منذ العام 91 ولا توجد نفايات نووية في العراق على الإطلاق باستثناء المقذوفات اليورانيوم المنظم الذي أطلقتها قوات الاحتلال الأمريكي سواء في حرب 91 أو في الغزو والعدوان الأخير في 2003، واستخدمتها بعد الغزو والاحتلال في مناطق مثل الفلوجة تحديدا. الآن يعني هناك حديث كبير لا أدري مدى دقته، ولكن شواهد التاريخ تؤكده، ويعني ليس لدي في الحقيقة دليل على هذا الكلام، ولكن كما قلت العراق ليس لديه نفايات نووية. فالعراق الآن يعني المعلومات تقول أنه يستورد هذه النفايات النووية أو يستقبلها من إيران ويدفنها في مناطق محددة. هذا الكلام نحن الآن يعني عندما نقول في محافظتي صلاح الدين والأنبار تحديدا أجزاء منها، هذا ليس كلاما ادعاء من عندنا نحن كطرف ضد السلطة التي يعني تغتصب العراق وتغتصب أمواله وتغتصب مقدرات شعبه، وإنما من أبناء هذه السلطة ومن أبناء هذه العملية السياسية. هناك من يتحدث عن هذا الموضوع، هناك كتاب رسمي وجهه عضو مجلس نواب المنطقة الخضراء مقدام الجميلي إلى رئيس وزراء النظام عادل عبد المهدي، يؤكد فيه أنه يجري الآن طمر النفايات النووية في مدينة سامراء وفي مناطق أخرى من محافظة صلاح الدين. هذه المسألة يعني مسألة بالغة الأهمية، لأنها لا تراعى فيها المعايير الدولية، هذا سيؤثر على التربة على المياه الجوفية وآثاره ستمتد إلى عشرات آلاف السنين. لأن بالتأكيد هؤلاء الذين يقومون بعمليات الطمر والدفن ليسوا متخصصين ولا يقومون ب يعني استكمال أو مراعاة المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال. هذا موضوع بالغ الأهمية ويجب أن يلتفت إليه ليس العراق فحسب، ليس أبناء العراق فحسب، ولكن المجتمع الدولي. هذا هناك عمليات قتل منظمة، إذا كان هذا الأمر دقيقا يجري استقدام هذه النفايات من إيران ودفنها في العراق، لأن العراق كما تعلم منذ نحو 30 سنة ليس لديه برنامج نووي، فمن أين جاءت هذه النفايات النووية التي يسعى لطمرها في الأنبار وصلاح الدين الآن؟ لابد أنها جاءت من خارج العراق. أيضا سيد عبد القادر نايل، بخصوص الفساد في هذا الموضوع، يعني كيف تفسر التجاهل الحكومي
في إهمال قضية إعمار المدن المدمرة ومنها بالأموال المخصصة للإعمار؟ يعني هل بات إعمار المدن المدمرة واجهة للفساد الحكومي؟ هو جزء من عملية أن الناس لا تعود إلى مناطقها، هو المنهج الحكومي في عدم تعويض المتضررين، لأن الحكومة هي من وقعت على العمليات العسكرية سواء بالقصف الجوي للتحالف أو هي من قصفت المدن، وبالتالي هي دمرت منازل المواطنين، والواجب القانوني المعروف تماما أن يتم التعويض الكامل لا التعويض الجزئي. ذهبت الحكومة إلى التعويض الجزئي وفي قانون 20 المعمول به حاليا، وهو تعويض ربع من قيمة الممتلكات المتضررة. المنزل إذا كان يساوي حقيقة 200,000 دولار يتم تعويضهم حقيقة بنسبة 20 إلى 25% حسب هذا القانون، وبالتالي يتحمل المواطن التكلفة المتبقية. حتى هذا القانون الذي هو قانون ظالم ضد المواطنين لم تفعل فيه الحكومة شيء، بل ذهبت إلى تسييس ذلك عبر تعيين قضاة لا يوافقون على منح المبالغ الجزئية للدور ولدور المواطنين وممتلكاتهم، وبالتالي الآن أمام 4 سنوات لا يوجد صرف إلا لعدد قليل لا يتجاوز 5 أو 3% من أعداد المتضررين. هذه المماطلة حقيقة الحكومية هو وجه آخر من وجوه التعمد في إيذاء المواطنين وإيذاء سكان هذه المحافظات. نعم سيد عبد بطريقة ممنهجة واضحة. أعتذر منك لضيق الوقت. يعتمدون على جميع السبل في إيذاء هذه المحافظات، لكن هذا سيزول قريبا لأن الضعف الحكومي وارد، والمشاكل التي ستطفو على السطح في القريب العاجل ستؤسس لمرحلة جديدة واضحة المعاني. بدقيقة سيد ضياء الشمري، يعني لدينا وزارة مختصة بشؤون المهجرين والمهاجرين، ما عملها ودورها؟ ليس من المفترض أن تكون مسؤولة عما يحدث من معاناة النازحين؟ والله هذه الوزارة يعني الأمر مالتها غريب جدا. أنا أعرف أنه هذه الوزارة شكلت بعد الاحتلال 2003، ولحد هذه اللحظة يعني لا تراجع لا مخيمات ولا تزور مناطق منكوبة، يعني وزارة لا تروح للمهجرين ولا تتكلم مع المتهجرين. أنا أتوقع هذه الوزارة ليست معنية بالأمر. هذه الوزارة، وأنا أعرف ترى أنا أعرف من يعمل بهذه الوزارة، لأن أغلبهم اللي كانوا هنا من الناس اللي يأخذون من هنا، اللي اللاجئين العراقيين قبل 2003 كانوا موجودين ورجعوا إلى العراق واستولوا على هذه الوزارة. هذه الوزارة حقيقة وزارة منفعة ووزارة يعني ليس لها أي شأن بشؤون اللاجئين. اللاجئين ليس لهم إلا رب العالمين. نعم أستاذ، أقل من نصف دقيقة أستاذ مصطفى، ما الذي يمكن فعله إذن لحل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة ستبقى مستمرة في العراق، لأن كما يعني تفضل السادة الكرام لا يوجد هناك على الإطلاق مشروع لجاد يعني إنقاذ هؤلاء، بل بالعكس عملية استمرار هم في مخيمات النزوح واستمرار عمليات التهجير هذا مرتبط بما هو أكبر من مجرد الحادث الذي الأحداث الأمنية التي تحصل أو التي حصلت. هناك مخطط كبير للتغيير الديموغرافي، لن تنتهي معاناة العراقيين سواء في مدن العراق أو النازحين في مخيمات النزوح، ولا لن ينتهي عملية التهجير المنظمة التي نتحدث عنها والتغيير الديموغرافي إلا بانتهاء هذا النظام أو هذه العصابة التي سرقت العراق واستولت عليه وتحكمت عليه وجاء بها الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. عندما يعود العراق إلى أبنائه ستختفي هذه المشاكل وسيعود العراقيون إلى البناء وإلى التنمية وإلى النهوض بالشكل الصحيح. سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا أيضا جزيلا لسيد عبد القادر نايل ضيفنا من عمان عبر سكايب، وسيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا لك أيضا. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، إلى اللقاء.